نقطة أخرى من نقاط البيان التكميلي وهي ضرورة قيام اتحاد الكرة باختار الأندية بلائحة الجزاءات، واحنا اتكلمنا هنا في البرنامج عن الموضوع ده، على أي أساس بيتم اعقاب اللاعبين، على أي أساس بيتم عقاب الأندية، واتكلمنا عن تصريح رئيس لجنة المسابقات اللي بيتكلم إن أنت هتعرف عقوبتك لما تعمل الفعل، وقلنا هنعرف منين إن في عدل في الأمر ده إذا كان مفيش حالات متشابهة، يعني قلنا لما شيكابالا تم عقابه بمبلغ مالي تم نفس العقاب للكابتن حسام عاشور والكابتن رمضان صبحي بنفس المبلغ المالي، فهنا عرفنا ان في ميزان للعقوبه، لكن لو نادي تاني او لاعب تاني عمل عقوبه معينه وما تمش عقابه او تم عقابه بغرامه مثلا ماليه، منين ما نعرفش ان ممكن العقوبه دي ايقاف مباراه او ايقاف مباراتين، واتكلمنا عن طارق حامد وعدم ايقاف طارق حامد برغم ان هو تم طرده بعد المباراه وده سوء سلوك في اللائحه القديمه من مباراتين الاربعه. في اللائحه دي اللي هي ما ظهرتش لسه ما نعرفش حتى الان، واعتقد في اجتماع او عقد للجمعيه العموميه والمفروض نهايه الشهر ده، فالمفروض يكون في لائحه للجزاءات، من لائحه الجزاءات للجنه الانضباط، وبرضه اتكلمنا عن الامر ده، والنادي الاهلي بيؤكد يعني يمكن المره الرابعه او الخامسه على ضروره اللجوء للجنه الانضباط ولجنه الاخلاق والقيم. بنتكلم عن التعصب، عشان ننبذ التعصب مش هيجي بكلمتين بيتقالوا في قاعده لازم نبقى كلنا مع بعض، احنا احنا بالفعل كلنا مع بعض، والاسره الواحده بتنقسم بين فيها اهلاوي فيها زملكاوي، الاصدقاء اهلاويه وزملكاويه، واحنا عايزين يكون في الفه وروح تعاون داخل المجتمع ونسيج واحد، لان احنا بالفعل نسيج واحد، لكن الكلام اللي هينبذ التعصب هو اللجوء للوائح والقوانين، المخطئ يتم عقابه، لما يكون في لجنه انضباط وقيم مفعله بشكل فعال بالفعل فأي حد يخطئ يتم عقابه، الجماهير هتهدى، هو ده اللي هينبذ التعصب، هو ده اللي هيرجع المنافسة داخل أرض الملعب، ولأننا حريصين بالفعل إن المنافسة تكون على أرض الملعب، حريصين إن احنا نختلف على دي هدف أو دي تسلل أو دي ضربة جزاء، مش عايزين نخرج بره إطار الملعب في الصراع، لأن احنا في النهاية نسيج واحد بنؤكد عليه، وده يعني هيجرنا فارس لفيديو قبل الفيديو بس في حاجه حابب اقولها لك، هو احنا بس اللي حريصين على لجنه الانضباط، هو مين اللي بيتعرض لاساءات كمان؟ اعضاء اتحاد الكره نفسه، يعني انت المفروض يبقى عندك نفس القدر من الحرص على لجنه الانضباط وتفعيلها، والا يبقى في حاجه غير مفهومه. ما هو يعني الحاجه الغير مفهومه هي اللي ممكن نوصل لها من خلال الفيديو ده، لما تسال هو ليه بالزبط. اتحاد الكره ما بينقلش الكلام او الشكاوى اللي بتجي له، لان النادي الاهلي ارسل ثلاث شكاوى منهم الاتحاد السابق شكوى، والاتحاد الحالي او اللجنه الخماسيه الحاليه شكوى.